يلا يا ريكس، يلا كل كل. ايوه برافو 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 برافو، يلا جود بوي جود بوي جود بوي. يلا اشرب بقى اشرب بقى اشرب. على فكره انت عندك ايد ممكن تاكل عادي، انت بني ادم يعني. ايوه دول بس انا كده بسرح اكتر. مش معقولنا بجد، ده بيتصرف زي الكلاب. ايوه مامي وطي صوتك يا مامي هيزعل منك. على فكره يا جماعه انا مش مصدقه اللعبه اللي معموله علينا ده، انا حاسه ان ده ملعوب من رمزي والزفت عادي. لا يا سكنا لا، ما هوش ملعوب، لان فعلا رمزي عنده كلب. مش عرفك انت شكله، بص بياكل ازاي وبيتصرف ازاي. انا كنت عارفه كنت عارفه من الاول انه كلب، اصل انا كلبي دليل. طب انتوا مش هتشوفوا له اي حاجه تانية ياكلها مع الكفته مثلا؟ يعني اي حاجه ورك بتاع دي، حمامه، جناح فرخه مكسوره، اي حاجه. انا عايز بولو بيف. بولو بيف؟ ده انت مصدق نفسك بقى ومصدق انك كلب بجد. اسكتي ما تظلموش. بس 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 انا هثبت لكم ان كان ده كلب ولا رمزي. بتعملي ايه يعني؟ يا حرام. بس رمزي بس جود بوي رمزي. قولي له يا ريكس. ريكس يلا العب كوره. يلا يلا العب الكوره. يلعب الكوره. يلا انا عايز العب الكلب الحيران. ما كان حتة ماتش يا بيبي. لا ماتش جامد. جدا جدا. بس رمزي بقى كلب قلبا وكالبا. عادل بقول لك ايه، ما تخلي كلب يقعدك انت كمان. يا سلام خليه يقعدك انت. اهون عليك يا بيبي. اللي هون عليه هون عليا. بس على فكره بقى الكلب بيشتهر بالوفاء. وفاء دي تبقى خالتك. وبعدين لو عايزانا في عرض انا ما اتعضش اقل من اسد. عايز مني حاجه يا عم؟ ما فيش غيرك اسد. رمزي رمزي. نعم حتى. بقول لك ايه، انا رايح مشوار، اوعى تدخل حد، والكلبه اللي على راسي في الشارع يا ريت نبطل نعاكسها. حاضر. يلا هو هو. انا رمزي. ايه ده دول؟ انت ايه اللي دخلك؟ هو حته فين؟ حته راح مشوار كده، صد رد وراجع على طول. طيب ماشي. ايه في ايه؟ ممنوع الدخول. يعني ايه ممنوع الدخول؟ ما انا دخلت يا غبي. يعني حتى وانت كلب غبي برضه ما انا دخلت. ممنوع الدخول يا دوله. يا ابني ما انا خلاص دخلت. في ايه؟ معلش يا دوله معلش معلش. اتفضل مع السلامه. يعني ايه مع السلامه؟ يعني ايه تقول لي اطلع بره ازاي يعني؟ زي السكر في الشاي. يا هزار الكلاب. اوعى ضربت. ايه يلا معلش بقى يا دوله، مع السلامه. يد انا صاحبك. يا صاحبي وصاحبك على القهوه يا دوله. ما احنا على القهوه يا هبه. لا 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 لا, لا معلش. يلا اتفضل بقى بدل ما هعضك يا دوله. عض ايه؟ انت تقدر تعض؟ ولا ولا رمز. ايه ده رمزي؟ ايه ده رمزي؟ رمزي قطعت نفسي قطعت نفسي. يخرب بيتك. مش انا اللي حذرتك وقد احذر من فنزك. يخونك العيش والعظم يا رمزي. ما انت اللي كنت عايز تدخل بالعافيه يا دول. خلاص يا سيدي انا اسف انا اسف، انا بعتذر لك لو سمحت. سامحني 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 يا رمزي. سامحتني؟ خلاص يا دول المسامح كريم. اديني الاماره يعني اديني الامان. يخرب بيتك يخرب بيتي يخرب بيتي يخرب بيتي اللي وقعت الحاجات دي. يخرب بيتي. انا مش عارف اعمل ايه. الرمزي ده الرمزي ده بجد خلاص خرج بره السيطره. انت اللي مش عارف تتعامل معاه. اتعامل معاه اعمل له ايه اكتر من كده؟ طبطبه وطبطب لعب ولعبته، اعمل له ايه تاني؟ حرام عليك يا عادل، يعني فيش كساه، يعني المفروض انك تدلعه اكتر من كده بكتير. ادلعه ازاي يعني يا حماد؟ اعمل له ايه؟ خده تحت باطك يا اخي. اخده تحت باطي ازاي يعني يا ماما؟ يا ماما ما تقولش عليه كلب لو سمحتوا، ما تحسوش ان هو حيوان. هو طول عمره حيوان من قبل ما يعضوا الكلب، وهو على فكره حيوان. لعلمك انا هقول له على الشتيمه اللي انت قلتيها عليه دي.
هتقوله ليه؟ هقول ان انت شتمتيه خليه يعضك. يعضني؟ على فكره مش شتمتوش. يا سلام. لا موتش. يا جبانه. ما هو انا جبانه من شبه اخاف من ظلم. طالعه زي. بص يا ابو ياسمين انت ليه لغايه دلوقتي ما اديتلوش الحقنه؟ انا كل ما اجيب له سيره الحقنه يهجم عليا. يا حرام يا ابني اطعديله. من كلب ذكي. حرام. ايه ده؟ ايه ده كلب الصور اللي انت حاططها دي؟ دول يا دول ملكات جمال الكلاب. بصوا ازاي؟ عمر ايه يا ابني؟ ايه اللي انت عامله؟ شيل القرف ده يالا، شيل القرف ده. دول حلوين قوي، حلوين قوي يا كترهم بقى، كترهم يعني املى بقى البازار كله بالصور دي، صور حلوه قوي. صباح الشريف عفيف خالي من البكش والاونطه، مين فيهم اللي عضك يا؟ انت اللي عديت ابني؟ ايوه انا اللي عضيته، وممكن اعضكم كلكم عشان هو طالع قليل ادب زيك كده. في ايه بس يا معلم؟ ايه اللي حصل؟ في ايه؟ انا عايز اسالك يا باشا، الراجل ده يعني حته من فشتك حته من كلاويك يخصك؟ عشان انا من الاخر مش هسيبه. لا ما يخصني. يخصني طبعا، ده ابن عمي حبيبي، انا بحبه يعني. طب بعد اذنك يا باشا انا هعضه زي ما عض ابني. ما يمكن يكون ابنك غلط يعني، فهو عضه بناء على غلط، وفي عيال صغيره بيبقوا قرود يعني. ايه الكلام اللي انت بتقوله ده يا استاذ؟ انت باين عندك الحنبلايص بايظ زيه. لا اوعى حد يزعل صاحبي، انا كلب وفي. جدع جدع جدع، كلب وفي فعلا، كلب وفي. ست 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 ست. نو نو نو. ايوه برافو عليك. حالته بقت صعبه قوي يا دكتور، يعني تخيل حضرتك بقى يعض الكلاب في الشارع، يعني يعض الجيران في الشارع. تخيل يعض الجيران في الشارع. ممتاز ممتاز. استاذ عادل، ايه اللي خلاك لغايه دلوقتي ما تدلوش الحقنه؟ يعني الاول انا ما كنتش شايف منه اي خطوره، يعني كان وافي وما فيش منه مشاكل، لغايه ما اتصاحب على كلاب الشوارع واخلاقه اتغيرت جدا. كلاب الشوارع، تقدر تفتكر بالظبط هو اتعض امتى؟ يعني تقريبا اسبوع، حوالي اسبوع. مش ممتاز؟ ايه لو استنينا عليه اكتر من كده الفيروس هيتمكن منه ومش هنقدر نعالجه. طب حضرتك ما هو يعني رافض ياخد الحقن. انا عندي حل. بص اديله نقطتين من الازازه دي. الازازه دي دي ازاز ميه يعني؟ دي اللي انا بشرب منها دي. من الازازه دي نقطتين في الاكل، وابقى اتصل بيا. طب افرض حضرتك رفض ياكل الاكل برضه؟ اتصل بيا. ماشي. الخطة تنفع بقى يا رب. يا رمزي اهلا 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 يا رمزي. يلا الاكل جاهز، الاكل جاهز. يلا كل بقى ايه الكفتة اللي انا حطيت عليها النقط. النقط ايه دول؟ نقط فيتامين، عشان انا جايب لك كفته طريه على اسنانك، فالفيتامين ده خليك تاكل العظم كله بقى. فيتامين كمان يا دولة. يلا. ايه ايه شكله كشفها، يخرب بيت عقلك يا دكتور عظمه. ايه انا مش هاكل الاكل ده دول. ليه ليه يا رمزي يا حبيبي ليه؟ نفسي تسدت يا دول. ليه يا ابني؟ ده اكل حلو قوي، ده غذيك. لا نفسي مسدوده يا عم، كلهم انت. ايه اصحاب الكلاب بينادوني بقى في الشارع دول. طب استنى، لازم تاكل بقى قبل ما تروح تلعب عشان تبقى اقوى واحد فيهم. لا انا عايز العب بقى معاهم. عارف انت لو كلت دول هتسبقهم كلهم. هلعب شويه وبعدين هبقى اجي بقى اكل دول. يا دكتور عظمه، الخطه شكلها مش نافع ولا ايه؟ تعالى هنا بدل ما سايب عليك عشماوي. دولة الحقني يا دولة، انا صديقك الوفي يا دولة. انا ما بصاحبش كلاب، تعالى هنا يالا. خلاص مش هعض حد تاني، انا هعض نفسي بس. عايز تيجي وعايز تعطلني عن العيادة؟ عشماوي جاهز. انا جاهز. لا لا يا عم عشماوي، مش انا هاخد يا عم الحقن. حاضر. تعال تعال من ورا النظر. ما تدوهاني من هنا، من هنا.
مش هينفع، تعالى من ورا النظر. طب هتدهني فين؟ في العضل، تعالى عشماوي عشماوي هاتو. كبش العضل يدهني. مسكته مسكته، اضرب ادي الحانة. السن جامد قوي. مياو مياو.